السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي احبابي كاع الناس اللي راهم يشوفوا ويتفرجوا هاد لا فيديو. باش نشوفوا فيديو جمهور شبيبة القبائل وهما في المغرب في كازابلانكا مع جمهور الرجاء، كيفاش استقبلوهم، كيفاش كان الاستقبال من طرف اخوتهم، ونشوفوا تاني كراكاج تاع جمهور شبيبة القبائل اللي داروه في كازابلانكا امام مجد حسن الثاني. ما تنساوش لا فاميت ابوني فلاشير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. نحبكم بزاف وما كاين غير الحب. مرحبا بكم في كازا، اي 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 اي، يقبلي كيفاستا، اي 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 اي، مرحبا بكم في كازا، اي 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 اي، يقبلي كيفاستا، اي 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 اي، مرحبا بكم في كازا، اي 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 اي، القبيلي في باسا، اي 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 اي، يا والد كي باسا، اي 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 اي، صراحة حاجة تفرح بزاف انه يشوفوا هاد الاشياء وهاد الفيديوهات. صراحة كيفاش تقبلوهم اخوتهم، هادي مجرد مباراة كرة قدم اللي ربح بصحته، اي حاجة فريمون طوب بزاف. على ما اظن هادو لي مومبر، ممكن المومبر تاع التراس تاع الرجاء والتراس تاع شباب القبائل اللي تلاقاو والجماهير تلاقاو مع بعضهم، حاجه اللي ملي فريمون مليحه بزاف وتحيه لهم كبيره. نكملوا نتفرجوا الفيديو. Yeah.
شفت واحد من قبيله لابس تيشيرت تاع حسنيت اكادير كانوا معهم علاقة كبيرة ما بين حسنية أكادير وشمح قضائل رغم من غير ذوق مثلوا هما فرق أمازيغية مثلوا إمازيغان ديرك مباشرة في زوج هادو بحال دراس إمازيغان إمازيغان وحتى تاني في تاريخ التأسيس نفس تاريخ التأسيس حسنية أكادير نفس تاريخ التأسيس فما كيماش معنا هاد لا فيديو شفنا جمهور شباب القبائل لومبيوس اللي داروها وشفنا ثاني الاستقبال الرائع من جمهور الرجاء لجمهور شباب القبائل تحيه لهم كبيره جمهور الرجاء على هذا الاستقبال الحفاوه الجميله الرائعه وهادي حاجه ماشي جديده على خوتنا المغاربه وتحيه لهم بيك ديديكاس كبيره بزاف 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 ليهم ومرحبا بخوتنا المغاربه تاهما هنا في الجزائر مهما كانت فريق ولا من غير فريق من غير كره مهم مرحبا بهم في الجزائر في اي وقت تحيه لكاع خوتنا والناس خوتنا وسبق انه جا جمهور الرجاء واستقبلوهم سبق انه جا جمهور طنجة تاني كيف كيف النهار اللي لعبوا مع شباب تصاورة وسبق تاني جو جمهور الوداد غير كيما مع اتحاد العاصمة شفنا استقبال جميل تاني هنا في الجزائر ومرحبا بهم ان شاء الله ديما نشوفوا هاد الصور الجميلة وهاد الصور الرائعة اللي مدوها الجماهير صراحة بكل كيما نقولوا احترافية بكل وعي بكل حضارة وكل رقة صراحة نشوفوا جماهير راقية يمدوا دي ميساج لحاجة ملاح وتحية لهم كبيرة وفي هاد المباراة نتمنى التوفيق لكل الفرق صراحة نتمنى التوفيق للفريق شباب القبائل وفرق فريق الرجاء نتمنى لهم تاهما التوفيق ان شاء الله وتحيه لكل الانصار نحبكم بزاف وما كاين غير الحب وما تنساوش تابوني فلاشان تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وقريبا لنا موعد في كازا ان شاء الله قريب نكون في كازا تحيه كاع خاوتنا المغاربه نحبكم بزاف وما كاين غير الحب.